الأولى بهدف إنيستا في الدقيقة السابعة، كان راح تمريرة من ليونيل ميسي يسدد والكرة في مرمى ديغو لوبيز، ولكن ردة فعل ريال مدريد ستأتي بقوة في الدقيقة العشرين. دي ماريا بدي تمريرة ورأسية رائعة من بنزيما وهدف في مرمى فيكتور فالديس الذي يندم على الطبع على عدم تصديه لهذه الكرة. يعود ريال مدريد بعد أربع دقائق ومرة أخرى بنفس الثنائي دي ماريا وبنزيما، يستقبل يسدد والكرة في مرمى فالديس مرة ثانية، ولكن لا شيء يحسن ما دام هناك ليونيل ميسي. هنا طبعا خط الكرة وعملية تبادل، تعود الكرة من جديد لميسي والكرة أرضية،